مساء عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في فقرتنا الاسبوعيه دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراحه التجميل. صباح عليك يا دكتور. صباح الخير، اهلا دكتور. النهارده هنتكلم عن جراحات التجميل وتجاعيد الوجه. دكتور، بالتاكيد في تغيرات ممكن تحدث في الجلد وبتسبب ظهور تجاعيد الوجه، وممكن ده ما يكونش ليه علاقه بالعمر السني. بالظبط زي ما سيادتك بتقولي، بنبص نلاقي مثلا مقدره الجهاز المركزي بتقل، الحاجه الثانيه مقدره الخلايا الدهنيه على الانقسام بتقل، بعد كده مقدره الخلايا العرقيه على الانقسام بتقل، ايضا المواد الكيميائيه الموجوده في النهايات العصبيه زي الاستايلوكولين وزي الادرينين، هذه الكيميكالز الموجوده في النهايات العصبيه بتقل، ايضا النهايات العصبيه المسؤوله عن الحس، عن اللمس، عن الحراره، عن البروده، كفايتها بتقل. وما ننساش ايضا انه بيحصل كل ما يتقدم السن بيحصل ترسيب للدهون، قليله الكثافه على جدار الاوعيه الدمويه، يحصل نوع من تصلب الشرايين وهكذا. كل هذه العوامل مجتمعه بيبتدي يحصل فيها تغيرات في الجلد، تبتدي تظهر علامات الزمن. بس اكيد يا دكتور منير في عوامل ممكن تزيد من ظهور التجاعيد في الوجه، زي مثلا الاكل الغير صحي. احنا دلوقتي كل اكلنا فاست فود، السهر، شرب المواد المنبهه كتير، هل ده بيؤثر فعلا على ظهور التجاعيد في الوجه؟ بالظبط اللي انت بتقوليه. يضيف ليه كمان عمل اتباع نظام رجيم قاسي ممكن يظهر التجاعيد. ايضا عمليات اللي بتتعمل في المعده زي تحويل المسار وتركيب حلقه ممكن تؤدي الى تجاعيد. ايضا اضطرابات الدوره الشهريه في بعض السيدات يؤدي الى ظهور تجاعيد. ما ننساش ايضا الحاله المرضيه، لما يكون مريض عنده مرض قبل كده، الميك اب او التعرض للشمس، بالظبط التعامل مع البشره ببعض الكيماويات اللي هي المواد الكيميائيه اللي هي تؤثر على نضاره البشره وجمالها، تؤثر وتؤدي الى ظهور التجاعيد. ايضا ما ننساش حاله مرضيه قبل كده، واحد جاله مرض زي الدرن قبل كده او مرض زي الزهري قبل كده، دي امراض ممكن تؤدي الى تصوير التجاعيد. طبيعه العمل، الانسان اللي بيشتغل 16 ساعه مش زي الانسان اللي بينام 8 ساعات ورياضي وبيعمل حاجات زي كده، دي كلها عوامل على بعضها تساعد في اظهار هذه التجاعيد. ده خليني اسال حضرتك، بالتاكيد في فرق كبير بين العمر السني والعمر البيولوجي، يعني ممكن تلاقي بنت سنها صغير ولكن في تجاعيد باينه في وشها، وبالعكس يا دكتور تلاقي سيده يعني سنها تجاوز ال 50 تلاقي بشرتها في منتهى النضاره. شوفي يا استاذ، انا سعيد بالسؤال ده لان عمر السني هو اللي موجود في شهاده الميلاد، انا عندي 60 سنه فانا سني 60 سنه. ولكن العمر البيولوجي عشان اقربه للمشاهد، يعني انسان مدخن شديد جدا وسنه 20 سنه، لو جيت مسكت الرئه بتاعته هلاقي العمر البيولوجي بتاعها اكتر من 30 40 سنه مع ان سنه 20 سنه. حاجه ثانيه، انسان مثلا عنده مرض في البلهارسيا في المثانه سنه مثلا 40 سنه، لو مسكت المثانه العمر البيولوجي بتاع المثانه تلاقيه 60 70 سنه لانها انتهكت من الاصابه بمرض زي البلهارسيا. الحمد لله الحاجات دي كلها مش موجوده عندنا، ولكن للتقريب في فرق بين العمر السني اللي موجود عندي في شهاده الميلاد والعمر البيولوجي اللي هو مدى عنفي وتعاملي مع اجهزه الجسم المختلفه. هل في اماكن معينه بينتشر فيها ظهور تجاعيد الوجه؟ كتير الحقيقه، يعني زي ما بنتكلم هناخدهم واحده واحده وهنشرح دلوقتي الجراحات بتاعتنا. مقدمه الراس والعلامات اللي بتظهر، الخطوط بالعرض و111 او 11 هنا، التجاعيد اللي بتيجي بالنص بالنسبه للعين، اعلى العين واسفل العين موازيه للعين، الاخدود الجبهي اللي هو عباره النيزوليبيال اللي هو عباره عن الانفي الفمي، ايضا ظهور لغد في الرقبه وهكذا. يمكن احنا بنتكلم في اول طريقه نتعامل بيها مع التجاعيد اللي هي الجراحات حقن الدهون. يمكن بنشرح قدامك يا استاذه طرق حقن الدهون المختلفه. شفط الدهون ده جهاز مثلا الموجات الفوق صوتيه، ودي طريقه التعامل بتاعه الموجات فوق الصوتيه، بتحقني ماده معينه تحت الجلد، يبتدي الجلد يتمدد معاكي، وبعدين بتستغل الموجات الفوق صوتيه على انك تسيحي هذه الدهون وتطلعيها. دي طريقه من طرق شفط الدهون. برضو شفنا في الاول الشفط عن طريق السرنجات، برضو هنشوف دلوقتي الشفط عن طريق الليزر. دي الطرق المختلفه للتعامل وشفط الدهون اللي باخده بعد كده واعامله معامله معينه وابتدي احقنه في الوجه لعلاج تجاعيد الوجه. ودي طريقه من الطرق الجراحيه اللي هي بتستخدم بامان كامل جدا. بس الحقيقه مش اي مريض يتعمل قدام الجهاز من اجهزه الليزر اللي هي ممكن تستخدم في عمليات شفط الدهون، نقدر من طرق زي ما قلنا هنا برضو دي طريقه شفط الدهون عن طريق استعمال الليزر. في كل الحالات انا محتاج اطلع دهون، اخد الدهون بتاعتي، هتشوفي دلوقتي هعملها بطريقه معينه بحيث ان انا احولها الى مستحلب دهني،
وبعدين اعيد حقنها في الاماكن اللي محتاجه ان انا اتعامل معها. او بالظبط زي ما انت شايفه انا باخد السرنجات وابتدي اخفف هذه الدهون بطريقه معينه بحيث انها في الاخر تبقى سائل زي كانها سائل مستحلق. وهنا دي طريقه الحقن، تتحقن في الاماكن اللي فيها، يعني هنا الحته اللي هي الكسره الجامده جدا اللي بين الخدين من ناحيتين، مجرد ما انك بتحقني زي ما انت شايفه ابر بسيطه ما بتدخليش بجراحات، ما فيش خياطات. هي ميزه يا دكتور الدهون ان هي مره واحده تقريبا، يعني مره واحده الجسم لو اتعملت صح، البوتوكس والفيلر يعني. لا لا دي حاجه تتعمل مره واحده بس. انا سعيد جدا بالسؤال ده يا استاذه، لان حقن الدهون في حاجه من حاجتين هنا، طرق استخدام المناظير في شفط الدهون في مقدمه الراس. زي ما انت شايفه احنا دخلنا بمنظار في ثلاث فتحات في مقدمه الراس، وابتدينا بعد كده نشد العضلات عن طريق استخدام المناظير المنظر في مقدمه الراس. في مقدمه الراس هنا قدام سيادتك بنعرض طريقه ثانيه اللي هي عمليات شد الجفن العلوي بالظبط، ودي انا بستخدمها في الترهلات اللي ممكن موجوده في العين ونازله وبتبتدي العين تسقط معايا، او ممكن استخدمها في بعض الاورام. يمكن احنا عرضنا حالات قبل كده كان في اورام في الجفون العلوي، وابتدينا عن طريق شد جفون وعن طريق استعمال هذه الطريقه البسيطه ان احنا نتعامل معها ونشيل هذه الاورام وننتهي هذه. طبعا من الطرق هذا الجرح اللي انت شايفاه اللي بيكون في منتصف الجفن العلوي في خلال اقل من شهر بيكون اختفى تماما لو اجري بطريقه سليمه وبتنتهي المشكله. شكل العين اللي طبعتها من وقتها. موضوع يا دكتور حقن الدهون بس عشان يعني نفهم الساده المشاهدين، هل هو فعلا بيتحقن مره واحده وبيدي النتيجه الطبيعيه؟ بالظبط سيادتك انا سعيد بالسؤال ده زي ما قلت لك، لان حقن الدهون فيه طريقه من طريقتين، يا بحقن مساحات يعني الخد كله الدقن كلها، يا بحقن خطوط تحت العين خط فوق العين خط المروحه اللي جانبي العين. البسيطه اذا عملت الاثنين مع بعض يفضل طول العمر. لكن في بعض الناس تقول لك انا مضايقني الخط ده او مضايقاني الحته دي، ففي الحاله دي بيبقى ممكن نحتاج نعمل جلسه ثانيه لو احتاج تعمل مساحه بعد كده. زي ما انت شايفه دي عمليه شد الجفون في الناحيتين، من العمليات البسيطه اللي هي لما نشوف المريض في خلال اربع ايام بيتم استئصال بيتم كل الخطوط. هي دكتور شد الجفن العلوي هي نفسها عمليات شد الجفن السفلي؟ هي نفسها بس الخط بيفرق. زي ما انت شايفه هنا قدامنا كان شد الجفن السفلي بيكون على الخط الرمش بحيث ان هو ما يكونش باين تماما. والجفن السفلي زي ما انت شايفه ممكن نعمل بيه ثلاث حاجات، اشيل التجاعيد حاجه، اشيل الاكياس الدهنيه والاورام حاجه ثانيه، عامل الهالات السوداء واستأصلها واشيلها حاجه ثالثه. يعني من خلال الجرح اللي انت شايفاه في الجفن السفلي ده اقدر اشد جفون، ودي حلقتنا النهارده، اشيل التجاعيد اللي موجوده اسفل العين، اقدر من خلال هذا الجرح اشيل لو اكياس دهنيه وعرضناها في حلقات كتيره قبل كده، اقدر من خلال الجرح ده اتعامل مع الهالات السوداء ولو كانت الهالات السوداء موجوده بكميه كبيره بطريقه معينه. الحقيقه ده من الجراحات اللي هي في خلال اربع ايام ليهاش. يمكن هنا يا استاذه انا بعرض العمليه دي اللي هي عباره عن عمليه، دي عمليه سهله جدا بقدر بيها اشد الخدين. شد الخدين بالظبط ده معنى الصوره ان حضرتك بتستأصل جزء من ترهل الخدين. هو دي المساحه اللي ايدي تقدر توصل لها، لكن الجرح بيبقى خفيف قدام الودن وماشي حوالين الرقبه، ولكن انت تقدري تشدي كل هذه المساحه من خلال هذا الجرح. انت فاهماني ازاي؟ يعني المنظر اللي قدامي الجرح بيكون قدام الودن بس جرح بسيط، واقدر اشد كل هذه المساحه، الشفه من فوق حول الانف، الشفه من تحت، الدقن، اللغد، الرقبه. من خلال هذا الجرح البسيط الموجود عندي. لكن في جرح ثاني بطلنا نعمله اللي انا ممكن هوريه لسيادتك دلوقتي، اللي هو كنا ناخد الجرح من فوق من فروه الراس ونبتدي نعمل جراحه عنيفه. طبعا ده عمل مشاكل كتير قوي بطلنا نعمله. اكيد كل شويه يبقى في ابديتنج وجديد في التكنولوجيا. اسمح لي يا دكتور نستقبل التليفونات. معانا ريهام من البحيره، اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. بصي حضرتك عايزه اسال الدكتور بس، انا ابني اتولد عنده حتتين زياده جنب ودنه كده زي حبيتين صغيرين كده بس جل. فهو عنده حاليا 6 سنين، فروحت لجراح تجميل يوم الخميس اللي فات شالهم له جراحه وخيط له مكانهم. فانا عايزه اسال الدكتور ده صح ولا غلط، ومن غير اشعه وتحاليل ولا اي حاجه. قلت له اعمل اشعه، قال لي لا مش محتاج ده حاجه سطحيه، وهو دلوقتي مخيط له جنب ودني. المطلوب منه اعمله ايه؟ حاضر يا ريهام هنرد عليك. نستقبل بس التليفون الثاني من استاذ عبد الله من قنا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. اللي فات كنت عايز اكلم الدكتور اقول له دكتور انا فيها في وشي حاجات كده بثور بتطلع تمام؟ يعني فندم زي وخدت نصيحة حضرتك اللي خدت لك الاندام.
ومش عايز. بس من التليفون يا استاذ عبد الله وعلي صوتك عشان نسمعك. طيب يا فندم انا اسف. بص يا دكتور، هي الحاجه الوحيده بتطلع في وشي بس، لكن في جسمي كله مفيش حاجه، هي بس بتطلع في وشي حاجات كده، حاجات كده يا دكتور زي الدهون بتطلع، يعني حجمها صغير جدا بس في نفس الوقت دهون وكذا وكذا واحده جنب بعض، يعني زي ما تقول ايه حضرتك عنقوديه بسيطه. فكنت لكن الدم وخدت لها مضاد حيوي كتير، بتختفي يا دكتور وترجع تاني، وانا حضرتك شغال امني ومنظري طبعا. نرد عليه، خلاص وصلتنا الرساله، ميرسي شكرا ليك يا استاذ عبد الله. نرد على ريهام موضوع الزوائد الجلديه، عند ابنها عنده 6 سنين ودكتور عمل العمليه من غير اشعه ولا تحاليل. لا، الحاله دي حاله مظبوط والدكتور اللي عمله كلام مظبوط، وهي عباره عن زوائد جلديه قد تكون حاله من امام الاذن موجوده بنفس الطريقه، واستئصالها المفروض، المهم ان يكون استئصالها وعمل جراحه تجميليه، وده كلام مظبوط. طيب الحمد لله. عبد الله، موضوع البثور اللي بتطلع و الحقيقه جسمه هي في وجهه بقى بالظبط، هو اللي حاصل ان دي انواع معينه من البكتيريا اللاهوائيه اللي بتتعامل تحت الجلد وتبتدي تنتشر وتعمل حبيبات كتيره جدا وتبقى شكلها شكل الدهون. الحقيقه محتاجه للعلاج مظبوط بطريقه معينه ضد هذه الانواع البكتيريا. ايضا التعامل البسيط يعني عن طريق طبيب امراض جلديه متخصص، الحاله تختفي وما ترجعش تاني، دي حاله بسيطه. طيب الحمد لله. خلينا نرجع لموضوعنا، موضوع شد الخدين. طبعا دكتور، التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي مش بس بيتم شد الخدين، لا وكمان التغيير في شكل الخد، يعني بيتم وضع مثلا مواد او الحقن علشان يدي شكل معين للخد، ده حضرتك معاه ولا ضده؟ لا بص سيادتك، يا اما هنحقن الخد يا اما هنشد الخد، الاثنين مع بعض ما ينفعش. حقن الدهون احنا شرحنا طريقه حقن الدهون، انما عمليات شد الخدين زي ما هتشوفي وزي ما شفنا ان هي بيكون عن طريق، يعني ادي جرح بسيط جدا، ده الجرح الاولاني اللي احنا بطلنا نعمله، يمتد من فوق من اعلى خالص عند الشعر من فوق لامام الاذن بالكامل للخلف الرقبه بالكامل. الحقيقه ده جرح كبير قوي وبيسيب اثر، وبيبقى نفسيا للمريض ايا يكون بيسيب اثر جراحي، لكن الجرح اللي عرضناه في الاول اللي هو مجرد جرح بسيط من امام الاذن ده اللي بيتكلم معانا. صحيح ان الجرح ده بيديني مساحه كبيره جدا، بيساعدني ان انا اشد كميه كبيره جدا من الجراحات زي ما انت شايفه، كل المساحه دي بالكامل انا بشيلها وبقدر اشد الوجه، عند العين بتتشد، عند الانف بتتشد، عند الشفه العليا، الشفه السفلى، الرقبه، كل الكلام ده بيجي معايا، ولكن المنظر الجمالي للجرح بعد كده بيبقى مشكله. لكن الجرح الجديد اللي احنا بنعمله اللي هو جرح خفيف من امام الاذن او حتى جرح من خلف الاذن ويبتدي يشد معاه العلامات والرقبه، زي ما انت شايفه الاثر الجراحي الفوقاني هو اللي بيضايق المريض جدا، اللي هو بيكون عند فروه الراس وامام الاذن من اعلى. الحقيقه ده من الحاجات اللي احنا ما بنعملهاش، لكن انا برضو واجب ان احنا نقول عليها ان احنا ده يخليني يا دكتور برضو اسالك عن موضوع شد الرقبه. شد الرقبه ده انا سعيد جدا بالسؤال ده، لان انت هتشوفي دلوقتي زي ما هنشوف ان الرقبه دي في مشكله كبيره جدا زي ما انت شايفه. هنا دي شفط الدهون من اللغد في الرقبه، ابره رفيعه زي ما انت شايفه داخله بتاخد المساحه الكبيره بتاعه الدهون، وبنعمل شفط للغد اللي موجود في الرقبه. دي حاله سهله من غير فتح. لا، ما هي كل عمليات حقن الدهون وشفط الدهون عباره عن غرزه مش باينه او ما بتخيطيش حاجه خالص. زي ما انت شايفه ابره داخله في اماكن معينه تقدر تمسك الدهون الموجوده في هذه المنطقه. ممكن استخدم الطريقه اللي انا شرحتها اللي هي الموجات الفوق الصوتيه، ممكن استخدم سرنجات بس تحت ضغط سالب، ممكن استخدم الليزر وبس. زي ما انت شايفه المساله مساله شفط الدهون بطريقه البسيطه اللي انت شايفها. ولكن الجراحات اللي انت اتكلمت عنها في شد الرقبه، يعني هنشوف دلوقتي يمكن هنلاقي جرح جاي بالعرض وجرح جاي بالطول. الجرح اللي جاي بالعرض اللي هو بنقدر نشد بيه الرقبه بالكامل ونمتد الاعلى وهتشوفيه دلوقتي، والجرح الطولي ده حاجه ثانيه. لكن يفضل دلوقتي كل مريض ليه طريقه، هل انا اعمل شد رقبه بالطول ولا اعمل شد رقبه بالعرض ولا اعمل شفط دهون وبس. كل المريض يفرق عن مريض تاني، طبيعه جلده بتفرق، سنه بيفرق، الترهل اللي موجود هنا جرح طولي زي ما انت شايفه، جرح بالطول بالكامل بشد بيه الرقبه علشان في ترهل ممتد للامام، ولكن ده مش اي مريض اعمله، هتشوفي برضو جرح تاني بالعرض، هتشوفي شفط وهكذا. طيب خلينا يا دكتور نستقبل التليفونات. معانا استاذه ماجده من الجيزه. يمكن جرح بالعرض اللي هو ده. استاذه ماجده. ايوه صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. بقول لحضرتك من الجنبين، من عند بعد القورة الشعر فاضي من هنا ومن هنا من الجنبين، فأنا مرسل الدكتور مرتين يكتب لي علاج ب 300 جنيه دوبك، إنه طلع بسيط جدا ومش عاوز يطلع، يعني خفيف جدا جدا طلع بسيط، مش بيقول لي ثعلبة بس، هي يعني بقالها كتير.
ماشي. طيب هنرد على حضرتك حالا، اتفضل يا دكتور. لا دي حالة من حالات اللي هي يمكن شخصتها وقالت الكلمة في الآخر، ما سألت ثعلبة، ثعلبة محتاجة لعلاج موضعي بطريقة معينة، ما يهمنيش تكلفته كام، ده في ساعات أدوية بتبقى رخيصة جدا ونقدر نتعامل بيها، لكن في حالات بتبقى جامدة وريزيستنت وحساسة بالنسبة للست، حتة معينة فاضية مؤثرة عليها في منظرها الجمالي وهكذا، دي من السهل اتعامل معها باي طريقه من طرق شد زرع الشعر اللي احنا شرحناها قبل كده. سواء كان فيها دكتور اسباب للفراغات اللي بتحصل في الشعر او الثعلبه، يعني زي مثلا طبيعه الشرب اللي بيتحط لو في حجاب، طبيعه الاكل، يعني هل ليه ظهور، هل ليه اسباب في ظهوره؟ شوفي يا استاذه، كنا الاول نقول الحاله النفسيه وده اترفض، وبعدين كنا بنقول التغير في الغدد الصماء السبب الثاني، دي نظريه ثانيه، ولقينا لما بنعمل تحاليل والغدد الصماء كلها مظبوطه وبالذات الغده الدرقيه الكلام ده ماشي، لكن لقينا السبب الثالث اللي هو الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بتاع جسم الانسان في هذه الحاله بيكون فيه نشاط اكتر من الطبيعي، بيعتبر ان الشعر جسم غريب بالنسبه له، فبيبعت وياكله وينزله. ففي الحاله دي في علاجات حديثه كتيره جدا بنقدر نتعامل مع الجهاز المناعي ونرجعه لطبيعته، نقول له ارجع للطبيعه بتاعتك، ابتدي تتعامل مع الشعر كانه موجود بطريقه سليمه وبتتعالج الحاله. لكن لما بقول لسيادتك الحاله ريزيستنت وفي مكان حساس والست مش قادره تستحمل او الراجل، نقدر نعمل طرق زرع مختلفه، سواء كانت عن طريق زرع بصيلات اللي هي الميني جرافس والمايكرو جرافس، او عن طريق زرع البيوفايبر اللي هو الشعر الطبيعي الصناعي، او عن طريق لف شرايح، او عن طريق سحب فروه الراس، في طرق كتيره جدا تقدري تتخلصي من هذه المشكله. دكتور احنا اتكلمنا عن جراحات التجميل لتجعيد الوجه، ولكن مهم جدا ان احنا نتكلم باعتبار حضرتك خبير في هذا المجال، ايه النصايح اللي حضرتك تقولها لنا عشان نتجنب الوصول لهذه المرحله؟ انا سعيد بالسؤال ده يا دكتور. الحقيقه انا عشان احافظ على بشرتي اول حاجه الغذاء بتاعي، الخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين الف، وكل ما كانت الخضروات اكثر احمرارا، اكثر اصفرارا، اكثر اخضرارا، كل ما كانت نسبة البيتا كاروتين اللي هو مسؤول عن تكوين الجلد اللي هو بيكون فيتامين ألف اللي هو الأسمنت بتاع الجلد وبتاع الشعر وبتاع الضوافر موجود بنسبة أكبر. الحاجة الثانية الفاكهة الطازجة اللي فيها فيتامين جيم، فيتامين جيم ده بيغذي الأوعية الدموية اللي بتغذي الشعر. اللي بعد كده نبعد بقى عن السهر، نبعد عن الإضاءة في ضوء ضعيف، أيضا غسل الوجه بمية باردة، نبعد عن الكريمات الغير مناسبة لبشرتنا، نبعد عن الإجهاد، ونستخدم أنواع معينة من الصابون تناسب بشرتنا. لأن لو شفت أنواع البشرة احنا بنقسمها لست درجات، في بشرة دهنية، في بشرة جافة، في بشرة مركبة، في بشرة حساسة، في بشرة ملطخة، في بشرة طبيعية صبوحية. فأنت إيه نوع بشرتك وإيه الصابون المناسب ليها وإيه التغذية المناسبة ليها وإيه نوع المكياج المناسب ليها، إيه نوع الكريمات الملطفة المناسبة ليها. لو أنا عملت بشرتي باحترام عمري ما هعاني لا من مشاكل تجاعيد ولا عمري. طبعا نبعد عن التدخين، نبعد عن الكحوليات، الحاجات اللي قلتيها في مقدمه السهره والنهار والتفتيح، كل دي حاجات من الحاجات الصعبه اللي ما ننصحش بيها. اشكرك جدا دكتور منير وليم لبيب كبير جراح التجميل. المره الجايه هنتكلم عن ايه؟ الحقيقه جات لنا من خلال موقعنا برضو على الفيسبوك حاجات اسئله كتير جدا تتكلم عن اصابات تتعلق بالانف وحوادث الانف وحاجات زي كده، فممكن نتكلم عن اصابات الانف ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور منير، وبرده بناكد على اي استفسارات، لان الحقيقه احنا مش بنلحق نتواصل معاكم لان وقت الفقره ضيق، تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج دنيا الجمال. بشكركم وفاصل ونستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر. Thank you.